كبده فراخ، كبده فراخ بطريقه مختلفه عن اللي احنا متعودينه. احنا دايما بنعملها او عملناها هنا مرتين بالثوم بس وبدبس الرمان. النهارده هنستعمل معاها الشبت، بيدي فليفر مختلف بس بتبقى حلوه قوي. هاجي هحط بس شويه زيت تسخن وهقول لكم حالا المقادير. المقادير بتاعتي: كيلو كبده فراخ طبعا بتبقى متنظفه، بصلتين مبشورين، راس توم مهروس، راس توم بحالها، حبتين فلفل احمر واخضر، يعني واحده حمراء وواحده خضراء، مكعبات، تلت كوبايه شبت مفروم، قرن فلفل حراق، وعصير ليمونتين. من تاني المقادير بتاعتي: كيلو كبده فراخ بنضفها كويس جدا وبجهزها، وبعدين بيبقى عندي تاني بصلتين مبشورين، راس توم مهروسه، حبتين فلفل احمر واخضر، كل واحده يعني مقطعها مكعبات، تلت كوبايه شبت مفروم، وقرن فلفل حراق، وعصير ليمونتين طبعا وملح وفلفل. اول حاجه البصل، بسم الله الرحمن الرحيم، بحيث يصفر سنه. يا وفاء. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك اهلا بيكي. بس اسمع حضرتك، عايزه البسطرمه واللانشون الفراخ واللحمه عشان ده ما نشتريهوش بقى جاهز. احنا بصي، انا اللانشون ده هنعمله ضروري قريب جدا، والبسطرمه انا هعملها لكم في حلقه، لان انا مهما قلت لك هي لازم تتشاف بالعين، من عينيا الاثنين. ده خلص بس حلقات شاف من نسيم ان شاء الله، ونعملهم من عينيا الاثنين حبيبتي. كده اهو يتحمروا. هاجي بعد البصل، احنا ممكن نبص على البطاطس، هحط الفلفل الاخضر والاحمر. والفلفل الحراق، مش هحط الثوم دلوقتي. البصل انا عايزاه يصفر بس، مش عايزاه يتحمر، لان انا لسه هحط الكبده عليه. لما يرجع يسخن تاني كويس قوي بصوا، الفلفل تقليبه بسيطه ليه؟ علشان لما تستوي الكبده يفضل باين عندي الفلفل الاحمر والاخضر. بسم الله الرحمن الرحيم. بقلبها معاهم، وبعدين هحط لها الثوم ني، يعني مش هحمر الثوم، هحط الثوم كله. ني، وهحط نص كميه الشبت وعصير الليمون، بسم الله الرحمن الرحيم، والملح والفلفل. ادي الملح بتاعي، وهحط فلفل اسود، اقلبها واغطيها. هي هتنزل ميتها وتستوي على ميتها. لو انت بتحبي اسواها كتير قوي ممكن تزودي لها شويه ميه، بس هي مش محتاجه. هي انت لما تغطيها الملح هيخليها تنزل الميه اللي فيها كلها فتستوي على ميتها. خلاص دي البطاطس طلعت، هنغطي الكبده وهنسيبها تنزل ميتها وتستوي على ميتها. بعد ما تشرب ميه كويس قوي قوي اديها تحميره في نفس الصوص بتاعها، اقلبها شويه بحيث يبقى لونها بني شويه ومتحمر. دي البطاطس، شوفوا شكلها حلو ازاي وطعمها مش عايزه اقول لكم، بيبقى تحفه